ما نستطيع أن ننفع به إخواننا المسلمين نقدمه من هذا المجلس. فنحن أيضا اليوم لازلنا في اليوم الرابع من شهر الله المحرم. شهر الله المحرم وهو من أفضل أشهر بعد رمضان. الرابع ولا الثالث؟ اليوم الرابع والثالث كله. الرابع والثالث بغض النظر عن تاريخ أم القرار. خلاف الرؤية أربعة بالرؤية ثلاثة. أي نعم. اللي هو الخميس. ولكن هذا ما هو بموضوع الاختلاف الاختلاف فقط في الصيام والصوم. من صام الثلاثاء والأربعاء والخميس فهو على خير، ومن صام الأسبوع القادم كاملا معها يعني أوصلها جت معها الأيام البيض وجت معها الأثنين وجت معها فالخير الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى لا حصر له ولا يمكن أن يحصر أو يعد فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد فضل أبو عبد الرحمن. فنقول نحن يعني النبي بعدها الحين الفرق بين أداء الحسنة وأداء السيئة، من تكلم بسيئة ومن تكلم بحسنة. أيضا نعطي لمحة عن شهر الله المحرم. شهر الله المحرم ابتدأت به السنة، تبتدأ به السنة وتختتم به سنة. يبتدئ الله سبحانه وتعالى السنة بشهر الله المحرم ويختمها بشهر الله من أشهر الحرم وهو ذي الحجة. وهذا بداية السنة الجديدة. نقول هذا الشهر فيه أعمال طيبة، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه ويصوم معظمه، وأكد على الصيام اليوم العاشر والتاسع. كان يصوم اليوم العاشر، وقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فنحن أيضا من هذا المكان نقول لإخواننا المؤمنين تحروا صيام التاسع والعاشر وصوموا، وأيضا حتى لا يكون هناك شك وكذا بين التواريخ المسجلة قديما أو قبل والرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية لسنا هي العمل بها. الرؤية الشرعية نحن في المسلمين نعمل بالرؤية الشرعية، وعندنا تاريخ محسوس وملموس وهو الهلال، كل من يراه. الله أكبر. ليس يعني تاريخ غير محسوس، فبداية الشهر محسوسة، نهاية الشهر محسوسة. وديننا على واقع، على شيء محسوس واقعي يرى. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا التاريخ القمري الهجري، وهذا شيء طيب أن نحن نعمل به. فهذا القمر يبدأ صغيرا هلالا ثم يكبر حتى يصل إلى القمة، قمة السطوع وقمة الاستدارة، ثم يعود مرة أخرى حتى يعود إلى هلال ويختفي نهائيا. وهكذا هي الحياة، يبدأ الشهر وينتهي الشهر محسوس، كل الناس تراه بأعينها في السماء. فنقول أيضا هذا شهر الله المحرم فيه عمل جيد للمسلم أن لا يتركه، الصيام. صيام الشهر كلهم إن استطعت صومه صم أغلبه، لكن لا يفوتك المقصر، لا يفوتك صيام اليوم العاشر من محرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا فضل عظيم أن الله سبحانه وتعالى يكفر ذنوبك الصغائر والتي ارتكبتها في خلال سنة مضت. ونحمد الله سبحانه وتعالى، هذا شيء طيب. وأيضا من الأعمال غير الصيام في الصلوات، محافظة على الصلوات المفروضة وعلى السنن الرواتب، المحافظة على قيام الليل وهو أفضل الأعمال بعد الفروض. صحيح. وأركان الإسلام أفضلها من الأعمال قيام الليل. فلا تنسى نفسك ركعتين أربع ركعات، ما تستطيع أن تصلي في هذا الليل افعل، وفي هذا الشهر المحرم أفضل وأوجب. نقوم أيضا الحسنات، لا شك أن السيئات والحسنات على كل إنسان رقيب، ما تركت هملا، أنت مراقب
وهو الناس يخافون من مراقبة الكاميرات في الشوارع وهم يمشون، أنت الآن أيضا يا ابن آدم ترى على كتفيك رقيب، رقيب يكتب كل شيء من حركات ومن سكنات ومن أقوال. كرام الكاتبين. نعم، وهم ملائكة. ملائكة، عليك ملكان على شقك الأيمن، على كتفك الأيمن وعلى كتفك الأيسر، يكتبون، واحد يكتب الحسنات، كل ما عملته من خير وحسنة سجلها لك في صحائفك، والثاني يكتب الأخطاء التي تقع فيها وتسجل. هذه الصحف ستنشر متى؟ يوم القيامة. فحاول أن تكون صحفك بيضاء، لا تكون سوداء. اعمل دامك في الحياة وتستطيع، اعمل كل عمل تستطيع به، وأيضا احتسب حتى وأنت تعمل عملا معينا، موظفا أو عاملا أو احتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى فتؤجر عليه، يكتب لك حسنات. ما شاء الله. أيضا أنت في، وأنت أيضا إنفاقك على أبنائك وعلى زوجتك وعلى والديك، احتسب هذا وتكتب لك أيضا حسنات، وهذا شيء طيب يعني الحقيقة. أيضا حتى على نفسك أبو عبد الرحمن سم، حتى على نفسك، على نفسك إيه، حتى على نفسك إذا أكلت أو شربت. أي نعم، لحمة الله سبحانه وتعالى كتب لك حسنات. صلاتي ونسكي ومحياي يا لله رب العالمين. يلا أبو حاتم، الله يسلمك ويبارك في أيامك.